ورياح تهبو قوية يوم الأحد المقبل على عدة مناطق. مديرية الأرصاد تتوقع في نشرة خاصة من الدرجة البرتقالية تتوقع أن تتراوح سرعتها بين 80 و100 كيلومتر في الساعة على مناطق الصويرة، آسفي الجديدة، سيدي بن نور، شيشاوال، الحوز واليوسفية، وذلك بين 6 صباحا والثامنة من مساء الأحد. السرعة ذاتها مرتقبة بين 4 بعد الزوال ومنتصف الليل بالمضيق، الفنيدق، تطوان، الحسيمة، العرائش، فشاونة، فحص أنجرة، وزان، طنجة، أصيلة، سيدي سليمان وسيدي قاسم. بينما ستتراوح سرعة العواصف الريحية بين 75 و90 كيلومتر في الساعة على مناطق النواصر، المحمدية، بن سليمان، مديونة، دار البيضاء، برشيد، الفقيه بن صالح، خريب قسطات، مراكش، الرحمنة، قلعة سراغنة، الصخيرة، تتمار، الخميسات، الرباط، سلا والقنيطرة، وذلك بين منتصف نهار الأحد والحادية عشرة من مساء اليوم ذاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن أحوال الطقس ببلادنا. كما شاهدتم في أول الفيديو نشرة إنذارية بجل ربوع المملكة المغربية من طنجة إلى الزويرة، منعطف جوي قوي جدا مصحوب برياح قوية تتراوح ما بين 90 إلى 100 كم في الساعة على جميع الساحل المغربي كما قلنا من طنجة إلى الزويرة. حذاري ثم حذاري إخوان، خذوا حذركم من فضلكم، خصوصا الناس التي تتواجد تقرب من التلال والشعاب وكذلك الأودية، خذوا الحذر منكم خلال الأيام المقبلة، أيام يوم الأحد وكذلك يوم الاثنين، حذاري ثم حذاري، عافانا الله وإياكم. إخواني الكرام، إذا كنتم أول مرة تشاهدون قناة كنوز الطبيعة فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. رحم الله شهداء غزة، رحم الله شهداء زلزال المغرب وكذلك فيضة درنا، رحم الله جميع المسلمين والمسلمات في جميع بقاع العالم. لا يسعنا إلا الدعاء إخواننا، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم ارحمهم، اللهم يسر لهم أمورهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام إخواننا الكرام، لا تبخل علينا بالدعاء لإخواننا في فلسطين، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين. ننتظر دعواتكم في التعليقات. تحية طيبة لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.